Association Ishara, Association Cinéma de la Médina, avec le soutien de UNICEF, Bureau de Tunisie, UN Partnership to Promote the Rights of Persons with Disabilities, en collaboration avec Organisation Tunisienne de Défense des Droits des Personnes Handicapées, Handicap International, et de nombreuses autres personnes qui ont participé à la préparation et réalisation de ce projet, présente Tunisie Nouvelle, Tunisie Inclusive. Mon droit à l'éducation, ma réussite. L'histoire de Hossine. جلال العياري مدير مدرسة حي النجاح الدامجة بمنزل بورقيبة. احنا دخلنا في منظومة الإدماج من وقت اللي وضعته الدولة. تبقى ما كانش أموره ماشية كما يلزم لحد ما عملنا شراكة مع المنظمة الدولية للإعاقة. كانت العملية انطلقت أن حسسنا الأولياء، حسسنا أولياء التلاميذ هذوما، ثم حسسنا الأولياء الآخرين اللي كانوا يرفضوا أن ولدهم يقرأ مع طفل في وضعية إعاقة. شركنا الأطراف الكل بما في ذلك الإدارة نتاعنا، المندوبية الجهوية للتربية، مندوبية الصحة، الشؤون الاجتماعية، لسبيسياليستك لزغو العلاج الوظيفي، أخصائي العلاج الوظيفي، أخصائي العلاج الطبيعي، الكل شركناهم، المنطقين والكل، وانطلقنا في مشروعنا ابتداء بتكوين المعلمين اللي هما كانوا ما عندهمش حتى دراية، ما عندهمش حتى أدوات للتعامل مع هكذا أطفال في وضعية إعاقة. حسين التزاوي هو الشقيق التوأم لسي عبد الله، واللي ما نجحناش معاه للأسف لأن كنا في بداية خذيت أنا واحد من الناس المدرسة. سي حسين هذاك جاء ثموني، فهمني، جاء تولد قبل وقته، فهمني، هو وخوه عنده التوام معناها في تونس، فهمني، يجي خمسة ستة حالات في تونس، هو ما نجموش لا يعملوا له لا عملية ولا عدس، معناها ينجم كان بالمرايات برك. يجلس في المكان الأول، يعني موقع استراتيجي بالنسبة للقسم الكل. إضافة حس الدعم لحسين في كتابة الحروف والمقاطع تسهل لي أنا عملية الكتابة ومعناها مكتسبات، خاصة في مادة قواعد اللغة، لأنه طول عمره هم اللي يقرأ ما هوش يشوف في الكتابة في السبورة، ونحن نتعسفوا عليه ونحبوه يكتب ونملوا عليه. الأملة بالنسبة لحسين ليس مثله مثل بقية التلاميذ الآخرين، يعني نقوم يا إما بسد فراغات، ملء فراغات، أو في بعض الأحيان أنه يربط بسهم، ونحن نفضل خاصة أنه يكتب. وبالفعل معناها أعطتنا نتائج فريمون معناها مبهرة، لأنه الطفل يعرف يجاوب بالصحيح، لكن وقت اللي يكتب لنا بالغلط وما هوش ذنبه. يعني نقرأ كيف التلامذة، نشارك كيف التلامذة، نعبر، نستنطق يعني العبارة ذيك، نجاوب، نسأل. أنا نحب نولي معلم. انطلقنا بصفر تلميذ مدمج في البداية، ما عاد خذينا ملهم وآمنة في البداية ومعاهم مؤمن. بعد ولا عندنا خمسة، تويكا عندنا عشرة تلامذة في وضعية إعاقة اللي هما مدمجين في المدرسة عندنا هنا. Cette vidéo a été réalisée par Association Cinéma de la Médina, Association Ishara, en collaboration avec Organisation Tunisienne de Défense des Droits des Personnes Handicapées, Handicap International, et de nombreuses autres personnes qui ont participé à la préparation et réalisation de cette vidéo. Avec le soutien de UNICEF, Bureau de Tunisie, dans le cadre du Partenariat des Nations Unies en Tunisie pour la promotion des droits des personnes handicapées, UNPRD. Nous tenons à remercier particulièrement Molhem, Emna, Hossine, mais aussi Mohamed, Ahmed et tous les élèves de l'école primaire inclusive Hainajah de Menzel Bourguiba, les familles des enfants qui nous ont accueillis chaleureusement chez eux et qui ont accepté de nous raconter leur histoire, Jalal Ayari, directeur de l'école Hainajah, et les enseignantes qui nous ont parlé de la réussite scolaire de ces élèves.
le ministère de l'Éducation, en particulier la direction générale du cycle primaire. Sans toutes ces personnes, ce travail aurait été impossible.